نتمنى هكا نشوف امي 4 ساعه، نتمنى نشوف بابا 4 ساعه، مستعد نعطي اللي عندي كل. بالحق انا ما فهمتش العباد هذوما عندهم قلوب، عندهم احساس، عندهم صغار. راه يكون متاكد اللي اليوم باش تعملوا في والديك خذوا صغارك ترجعوا له، ربي راه والله يخلص بالحاضر. اليوم انا برشا حالات شفناهم رفيق تعالوا بتي علة الفلوس لو سخ الدنيا اللي نقولوا عليه يعني نخدموا بيه وليه هي ومرته ما تحبش ورجلها ما يحبش امكانياته والبذخ وانا عندي مرسيدس وما نشرفش بابا ابوك هذاك اللي جابك للدنيا باش ردك راجل وقراك ويعلم بيه ربي اش عمل وامك اش عملت باش وصلتك وكبرتك باش وليت انت شكون سي فلان وسي فلتان باش توصل تستعار منه. معناتها انت فيك حتى كلمة انك تكون صالح في المجتمع ماكش صالح في المجتمع بصراحة. الناس هذوما كيفاش يغزروا روحهم في المراية وكيفاش ينجم يقول الصغار واللي انا راني قدوة متاعكم؟ ما تنجمش تكون قدوة، انسان بلا ضمير بلا احساس